حضوركم معنا اليوم. كيف ما كتعرفوا اليوم نحتفل بسنة الأمازيغية بعد تعليمات ديال سيدنا الله ينصره منذ سنة يعني السابقة. هذه الاحتفالات ما كتمش فقط مدينة الرباط بل جميع جهات ديال المملكة المغربية، وبالطبع وزارة الشباب الثقافة والتواصل من خارطة لتتمين وتعريف بالثقافة الأمازيغية بالفنانين الشعبيين. كتعرفوا بأن مجموعة ديال الفنانين الأمازيغ هم فنانين شعبيين ويعيشون في مجموعة ديال المناطق ديال المملكة، والدور ديالنا هو يعني نقويو الحضور ديالهم على الصعيد الوطني للحماية، لأن هذا داخل في تراثنا، تراث اللامادي المغربي، وبالطبع الحماية ديالو هذا مهم بالنسبة لنا في الوزارة. وفي هذا الإطار كانوا هذه الاحتفالات اليوم، وبالطبع سنة مناسبة نحاولوا نحسنوا الوضعية ديال الفنانين الأمازيغ، لأن في الأخير الأمازيغية هي جزء من التمغربي من 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 منا في الأخير. شكرا لكم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.